جزاكم الله خيرا واحسن اليكم رساله بعث بها مستمع رمز الى اسمه بالحروف عين ميم، يقول فيدكم بانني كنت سابقا في شبابي لا اصلي ولا اعرف ما يجب علي نحو صلاتي بجميع انواعها ومن الواجبات والاركان ونحو ذلك، حيث انني اعيش في باديه ولا يوجد لدينا مرشدون للدين، وكنت قاطعا لصلاتي، والان الحمد لله رب العالمين لقد تبت إلى الله توبة نصوحة، وقد فاتني صوم 12 سنة بسبب جهلي في ذلك الوقت. السؤال عن صوم تلك السنوات، هل يلزمني أن أقضي أو بماذا توجهونني يحفظكم الله وجزاكم الله عني خيرا؟ الواجب عليك التوبة إلى الله وأن تحافظ على الصلاة والصيام وبقية أمور دينك، وأن تجتنب ما حرم الله عليك وما مضى يعفو الله عنه. قال تعالى: قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. عليك بالمحافظة على الصلوات والمحافظة على الصيام والمحافظة على بقية أمور الدين في مستقبل حياتك، وما مضى يعفو الله عنه بالتوبة، لا سيما وأنك ذكرت أنكم في بيئة جاهلة لا يصل إليها شيء من العلم ومن النور، وليس عندكم من يعلمكم، فهذه أسباب الوقوع فيما ذكرت. ولكن لما من الله عليك بالتوبة وسمعت من العلم ما سبب لك التوبة إلى الله عز وجل، فهذه نعمة من الله، فعليك شكر الله سبحانه وتعالى والتمسك بهذا الدين إلى الممات، وسؤال الثبات على هذا الدين، ثبات عليه من الله سبحانه وتعالى.